عقد اليوم الثاني لمعرض سيتيسكيب دبي 2017 في دورته 16 زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. يرافقه ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تفقد سموه المعرض وتعرف على أهم مشاريع التطوير العقاري والمشاريع السياحية والترفيهية التي تنفذها الشركات الوطنية وشركات عربية وأجنبية تشارك في هذا الحدث السنوي الهام. وشهدت المشروعات العقارية المعروضة للبيع خلال معرض سيتيسكيب العالمي لليوم الثاني إقبالاً ملحوظاً من الزوار، بالتزامن مع الإعلان عن مشروعات عقارية جديدة وتوفير خطط سداد مرنة لجذب المستثمرين وزيادة المبيعات، مع السماح لعمليات البيع المباشر التي زادت من تنافسية أسعار الشركات. البيع المباشر هاي السنة في سيتيسكيب يعني اعطونا الفرصه نبيع على الستاند ومبيعاتنا جيده مثل ما قلت لك، ولكن حتى السنوات اللي طافت كنا نبيع ولكن مش على الستاند نفسه، لكن في المكاتب اللي موجوده في مركز البيت التجاري كنا نبيع وكانت ارقامنا جيده وحطمنا الارقام القياسيه للسنوات اللي قبلها، وان شاء الله نتوقع هاي السنه حتى لما اعطونا هاي الفرصه نبيع على الستاند تكون ارقامنا اكثر واكثر ان شاء الله. طبعا سوق دبي العقاري من انضج الاسواق العالميه، توعد بريتن هاي ريتن يعني عائدات كبيره جدا مقارنه بالاسواق العالميه، لذلك كل المستثمرين الاجانب يشوفون دبي هي من افضل الاسواق للاستثمار لهم. ومع اقتراب معرض إكسبو 2020 كشف إكسبو النقاب عن مشروعه القادم ديستريكت، هذا المجتمع الحضري المتكامل الذي يشكل جزءا محوريا من إرث إكسبو. السؤال اللي دوم كانوا الناس يطرحونه انه شو اللي بيستوي بعد فتره الاكسبو وبعد ما يتم انجاز الحدث واستضافه الحدث، شو الاشياء والاستثمار هذا كله وين كله بيروح. اليوم بس بغينا ان نكشف للجميع ان خطتنا لمرحله ما بعد الاكسبو، طبعا التجهيزات لمرحله ما بعد الاكسبو بديناها من خلال التصاميم من اليوم الاول من بعد فوز دبي باستضافة الإكسبو. هدف دبي الجنوب هدف للأجيال القادمة، للعالم اللي بتشتغل في المطار، للعالم اللي بتزور إكسبو 2020. من الأشياء اللي نحن قاعدين ننفذها لخطة 2020 ولنساعد ونساهم لمشروع إكسبو 2020 هي غرف الفندقية مثلا. نحن حاليا تحت البناء يعني عندنا ما يقارب 5000 غرفة فندقية أن تكون جاهزة وتخدم زوار إكسبو 2020. المعرض يشكل فرصة كبيرة لمشاهدة المشروعات على أرض الواقع والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها دولة الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص، والتي تساهم بلا شك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة. معرض سيتيسكيب العالمي الذي يعد أكبر فعالية في المنطقة في المجال العقاري يوفر ولأول مرة فرصة البيع المباشر بأسعار تنافسية، ليعد بذلك المنصة الأكبر للبيع العقاري في الشرق الأوسط. معرض سيتيسكيب العالمي، رشا رمضان، دبي.